السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي القناة ديالي، كنشكركم بزاف على الاشتراك وعلى لايك، جزاكم الله خيرا. بسم الله على بركة الله، اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طاجين ديال البقري بلفت المحفور. هاد الأكلة سخونة، هادي الوقيتة ديالها ديال البرد. اللفت المحفور كنغسلوه مزيان حيت كتكون فيه التربه، وكننقيوه مزيان، كنجروه، كنحيدو ليه هاد الشيء اللي فيه. غادي نكمل معكم باقي المكونات اللي كنحتاجو في الطاجين ديال البقري باللفت المحفور. كنحتاجو جوج بصلات مثلا، ان شاء الله غنقطعهم قطع صغيره، حزمة ديال القزبر والمعدنوس حتى هي غنقطعها قطع صغيرة. عندي الثومة 5 دروس غنحكهم، وحبة ديال المطيشة ان شاء الله حتى هي غادي نحكها. بسم الله. بالنسبة للتوابل اللي كنحتاجو في الطاجين ديال البقري واللفت المحفور، زيت الزيتون، الملح، سكنجبير، القرفة، تحميره، فلفل احمر، الابزار، الفلفل الاسود. هالبصله قطعتها قطع صغيره، والحبه ديال المطيشه حكيتها، والثومه حتى هي محكوكه، والقزبر والمعدنوس قطعتهم قطع صغيره. بسم الله على بركه الله. كندير الطاجين فوق النار على نار مهيله، كندير زيت الزيتون قياس، كندير اللحم، كنضيف ليه البصلة، شوية الملح لحسب الذوق، كنخليه يتقلى حتى كتنزل البصلة وتتحمى شي شوية تصفر، ان شاء الله اللي ندير التوابل. بسم الله. الطاجين هو كيتقلى، البصلة مع اللحم كيتقلاو، نزل هادشي اللي فوق التحت. نقلب اللحم على الجهه الاخرى باش يدخل ليه الملح ويسخن مزيان، تقلى مزيان. دابا غادي نضيف الثومه محكوكه، قزبر ومعدنوس، غادي نضيف البزار، فلفل اسود على حسب الذوق، مكتروش، سكنجبير معلقه صغيره، التحميره، فلفل احمر معلقه وربع، معلقة صغيرة. كنزيد القرفة نص معلقة صغيرة، نزيد الخرقوم حتى هو معلقة صغيرة، ونخليه كيتقلى شوية ان شاء الله، ونضيف ليه مطيشة اللي حكيت. بسم الله. ومن بعد ما تقلى الطاجين غادي نضيف مطيشة محكوكة بالجناب، كتعطي واحد البنه ولذة زوينه مع اللحم. نخليها تنزل شويه ونمرق ان شاء الله. بسم الله. من بعد ما تقلى الطاجين كنمرق
ما نكترش، ونغطي حتى يغلى ان شاء الله، ونضيف ليه اللفت المحفور. بسم الله، من بعد ما غلى الطاجين ان شاء الله نضيف ليه اللفت المحفور. بسم الله، حتى هو راه كيطيب بحال بحال اللحم، كرفت شويه الطياب. انا درت هذا الصغير، نستفوه بحال هذا الشكل. اللفت المحفور كنديروه في كسكسو، كيجي زوين. كنديروه في شلاضه بالشرموله ديالو، وكنديروه في الطاجين على حسب الاختيار. اللي بيديروا مع اللحم ديال الغنم يديروا، اللي بيديروا مع البقري يديروا، حسب الاختيار ديالكم. راه زوين في هذا البرد، وهذه الوقيته ديالو، ما نضيعوش هذه الفرصه. وكيجي في الطاجين لذيذ وزوين. من بعد ما ساليت الساف ديال اللفت المحفور، نغطيه ان شاء الله، نخليه يطيب تقريبا شي ساعه ونصف حتى كيطيب مزيان على نار مهيله، باش كيجينا بحال طيب على الفاخر. كيجي لذيذ وزوين، وبالصحه والراحه للجميع. بسم الله على بركه الله. الطاجين ها هو وجد، طال الطاجين ديال البقري واللفت المحفور. هذه هي الوقيته اللي كيكون فيها اللفت المحفور، الوقيته ديال الشتاء والبرد. راه سخون وزوين، وكيجي في الطاجين رائع ولذيذ وشهي تبارك الله. ما شاء الله ما تشبعوش منه. كنرافقوه بالخبز ديال الدار اللي مقرص بالولاد الشعير، صحي وبنين بالصحه والراحه. وكنتمنى ينال اعجابكم الفيديو، وارجو منكم الاشتراك ولايك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله في القناه. شكرا لكم بزاف، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء باذن الله.